النهاردة هنتكلم عن الحلاج أبو المغيث الحسين ابن منصور الحلاج الصوفي. المشكلة اللي اختلفت فيه الآراء خلال يعني 1100 سنة اللي فاتت بشكل حاد جدا، احنا شفنا امبارح كيف أن الآراء كلها قد اتفقت على ولاية وعلو مقام عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني، أما الحلاج فلا يتفق عليه يعني فريقان. الفقهاء الحنابلة يرونه يعني كافرا، والصوفية يرونه وليا كبيرا، وذوي النزعة الشعرية وحالة التضحية يرونه انموذجا يعني لافتا في تاريخ الإنسانية كلها. على كل حال خلينا نأجل الحكم على الحلاج بعد ما نتعرف شوية على قصة هذا الرجل. نحن لا نعلم متى ولد الحلاج، لكننا نعرف أنه ولد في بلدة فارسية اسمها البيضاء، ويقال بيضاء فارس لأنه كان في أكثر من بلد اسمها البيضاء. وجاء إلى بغداد في أواخر القرن الثالث الهجري، وطبعا بغداد في الوقت ده كانت يعني عاصمة الدنيا، يعني فيها البذخ وفيها الغنى وفيها عز الإسلام وفيها السطوة العالية، بس كمان كان فيها مشاكل كتير. من هذه المشاكل جماعة القرامطة، قرامطة ناس بيحاولوا يخلعوا الخلافة العباسية علشان يتولى آل البيت أو الأئمة، يعني هيتولوا بعد كده الفاطميين. إنما في هذا الوقت الحرج ظهر الحلاج بأفكار وبآراء وبسيرة حياة عجيبة جدا. هو كان قلق متدفق الشعور جدا، يخرج إلى الهند ثم يذهب إلى الكعبة للحج، فيظل جالسا في فترة يعني انقطاع للعبادة في بجوار الكعبة المشرفة، فلا يغير الموضع لا في حر ولا في برد ولا في شمس ولا في ليل، ويأكل أقل القليل، فكان بيلفت إليه الأنظار. فلما رجع إلى بغداد رجع بشهرة كبيرة بأنه أحد الزهاد الكبار، إنما هو كان عنده مشكلة مع واحد من المشايخ الكبار الموجودين، هو أبو القاسم الجنيد. الجنيد رجل يلتزم بظاهر الشريعة، والحلاج بيشوف إنه جوه الشريعة في معاني كتير لازم نوصلها، وإن إحنا ما يصحش إن إحنا نوقف الديانة كلها على بعض عبادات ظاهرية لا توصل إلى الله. خلافهم ده لم يؤثر بشكل كبير، إنما كان في نبوءة إن في يوم هيجي الجنيد والحلاج بيجادله يقول له أي خشبة ستفسدها. هذا التعبير في هذا الوقت كان يعني تنبؤ بأنه سوف يصلب، وقد صلب الحلاج بالفعل سنة 309 في بغداد. لماذا؟ لأنه أثار السلطة الحاكمة، ولأنه تحدث بلغة غير مفهومة، ولأنه في حالات الجذب أو حالات الأخذ أو حالات الاستلاب الصوفي كان بيقول عبارات الفقهاء شافوا إنها يعني خطيرة جدا، وإن اللي يقولها يبقى كفر خلاص. العجيب إنه الحلاج نفسه في أحيان كثيرة كان كأنه بيتمنى أن يموت، لدرجة إنه بيقول المؤرخين إنه أحيانا كان بيشق جلبابه في أسواق بغداد ويصرخ في الناس: أيها الناس اعلموا أن الله قد أباح لكم دمي فاقتلوني، اقتلوني تؤجروا وأسترح، اقتلوني تكتبوا عند الله مجاهدين وأكتب أنا شهيد. وفي مرة تانية
برضو بتجيله الأحوال دي، فبيقول يا أهل الإسلام أغيثوني فليس يتركني لنفسي فأتهنى بها، وليس يأخذني منها فأستريح، وهذا دلال لا أطيقه. أنا على فكرة غيرت في العبارة شوية، هو النص الأفصح وهذا دلال أطيقه. أطيقه في اللغة يعني مش قادر عليه، بس الناس طبعا بقى دلوقتي لازم يعني نعكس الحاجة عشان المعنى يعني يوصل. على كل حال، الحلاج قيل عنه انه بيزعم او بيعتقد ان الألوهية ممكن تمتزج بالإنسانية. ليه؟ لانه في مرة في حال كده قال ما في الجبة الا الله، قالوا له ايه ده يعني الله هيبقى جواك؟ الكلام ده ما ينفعش. وبعدين لازم يتحاكم بقى على الكلام ده، فخدوه يحاكموه، بس يعني ما حكموش عليه بالموت بسبب الحكايه دي. انه اثناء ما هم في المحاكمه كان في الوزير الان بقى، وكان وزير مخابراتي شويه اسمه ابن حامد. هذا الوزير قاعد والفقهاء بيحاسبوا الحلاج وبيسالوا فيه وبياخدوا يده، فبيقول له واحد منهم، بيقول له انت يعني بتقول لو الواحد مش قادر يحج يروح ينظف اوضه في بيته ويعمل شكل زي الكعبه ويطوف حواليه وبعدين يتصدق ببعض المال فتحسب له حجه؟ فالحلاج حسب الروايه يعني قال له اه، قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له شفته في كتاب الاخلاص لأبي الحسن البصري، وده طبعا إمام كبير. فراح الفقيه قال له كذبت يا حلال الدم. فالوزير ابن حامد قال له أيوة اكتب حلال الدم دي، امضي امضي. وراح رايح بالمحضر ده اللي هي مفروض محاكمة يعني للخليفة، وقال له لازم نموت الراجل ده فورا، وموتوه حتى بشكل يعني بشع. في أول يوم قطعوا ايديه، ف عمل حركة غريبة كده كأنه بيتوضى، فقال له بتعمل ايه؟ قال ركعتان في العشق لا يجوز وضوءهما الا بالدم. وكان يعني مش منزعج، هو راح للموت وهو يعني مبتهج بيه. وهنشوف في اخر الحلقة النهاردة قال ايه قبل وفاته مباشرة. انما اللي يهمنا دلوقتي انه الحلاج كتب كتب كثيرة وله اشعار جميلة جدا، ولفت انظار الصوفية والفقهاء الكارهين له والدارسين، لدرجة انه اكتر حد درسوا في العالم، دي حاجة عجيبة طبعا، مستشرق فرنسي مشهور جدا اسمه لوي ماسينيو، وعمل لنا هذا الكتاب اللي ترجم الى العربية بعنوان آلام الحلاج، او يعني عذاب الحلاج، لانه العنوان الفرنسي لو باسيون دي الحلاج، ودي ممكن يعني تترجم لآلام وعذاب. وفي الحقيقة الحلاج كان بيتألم وبيتعذب ومتشوق جدا الى الخلاص من هذا. بيفكرني بيه ناس كتير كانت الحالة الحلاجية تنتابهم، ويصبح الشخص كما لو كان يريد أن ينتهي. زي من كام شهر الولد الجميل كريستي اللي كتب على الفيسبوك قبل ما ينزل، أنا نازل أهو عشان نشوف البلد دي آخرتها إيه، يا رب خدني بقى. وده بيفكرنا باللي قاله الحلاج من 1100 سنة شعرا: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت لقوم أحدثهم إلا وأنت سميري بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش
إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. الحلاج أثار إعجاب كثيرين طول التاريخ، وإحنا سمعنا هو ياسين التهامي وهو بينشد أشعاره حتى الآن في صعيد مصر وفي كل العالم كمان. وطول التاريخ أو القرون الماضية كان الحلاج هاجسا كبيرا عند الفقهاء الذين أمعنوا في تكفيره ولم يرتضوا بأي تأويل لكلامه، حتى أن مؤرخ من أهم المؤرخين في تاريخ الإسلام وهو الذهبي اسمه أصلا محمد شمس الدين محمد بن قايماز، بس احنا أو عرف بلقب الذهبي لأنه كان بيوزن الأخبار كما يزن الجواهرجي الذهب. يقف الذهبي عند الحلاج فيقول: كان الحلاج يقول: علامة العارف أن يكون فارغا من الدنيا والآخرة. عبارة صوفية. على طول الذهبي يقول: هذا كلام نجس، لأن الله يقول: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إلى آخر الآيات. واعتبر أنه كلام الحلاج مرفوض جملة وتفصيلا. طيب يا شيخنا يعني شمس الدين الذهبي، ما هو نفس المعنى ده قاله عبد القادر الجيلاني وانت ما انتقدتهوش. ما هو مش الإمام عبد القادر قال: أصبحت لا أملا ولا أمنية أرجو ولا موعودة أترقب. وهنشوف في الحلقة الخاصة برابعة العدوية إزاي إنها كانت يعني تعبد الله لأنه يستحق كده، هي لا مستنية جنة ولا خايفة من نار. ويمكن بكرة احنا بنتكلم عن البسطامي هنشوف أبو يزيد البسطامي هنشوف هذا المعنى أيضا. ولكن يبدو أن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص تماما من النوازع الإنسانية سواء بالقبول أو بالرفض. الحلاج قبل عند كثيرين، حتى أن بعض السير الشعبية عملته حاجة تانية خالص، وعندنا مخطوطة منشورة عن قصة الحلاج وما جرى له مع أهل بغداد. طبعا هي كلها تخريف وكلام يعني بس مستوحاة من هذه الحالة الحلاجية اللي حيرت الكثيرين من الناس، وكان رفضها أحيانا أقرب. الحلاج حتى لما صلاح أبو صبور كتب عنه مسرحيته مأساة الحلاج، وأنا شفت النص المسرحي، طبعا صلاح أبو صبور شاعر جميل، ولكن شعرت أنه بيتحدث عن مأساته هو صلاح أبو صبور مش الحلاج، لأن حول الحكاية إلى نوع من المعارضة السياسية والميل إلى القرامطة وأخلى الشخصية من العمق الروحي اللي لمسه عبد القادر الجيلاني. ولذلك قال لنا الإمام عبد القادر هذه العبارات العميقة. هو يقول: عثر الحلاج ولم يكن في زمانه من يأخذ بيده، ولو أدركته لأخذت بيده. ثم يعبر عن المعنى الحلاجي أو الحالة الحلاجية بلغة عالية جدا، يقول:
طار طائر بعض العارفين من وكر شجرة صورته، يعني الحيز الإنساني، وعلى إلى السماء خارقا صفوف الملائكة، كان بازيا من بزات الملك، مخيط العينين بخيط، وخلق الإنسان ضعيفا، فلم يجد في السماء ما يحاول من الصيد، فلما لاحت له فريسة رأيت ربي، ازداد تحيره في قول مطلوبه، أينما تولوا فثم وجه الله. يعني الآية بتقول إنه في كل مكان الله وهو بيبحث عنه، فكيف يميز بين الوجود الإلهي الخالص وبين الوجود الإلهي المتجلي في الكون؟ فاحتار. بيكمل الإمام عبد القادر ويقول وعاد اللي هو الحلاج هابطا إلى حظيرة حظه الأرضي بعدما طلب ما هو أعز من وجود النار في قعر البحار، تلفت بعين عقله فما شاهد سوى الإرادة الإلهية، فكر فلم يجد في الدارين مطلوبا سوى محبوبه، فطرب فقال بلسان سكره أنا الحق. وفي فقرة تانية بيقول لنا الإمام عبد القادر الجيلاني طار واحد من العارفين إلى أفق الدعوة بأجنحة أنا الحق، رأى روض الأبدية خاليا من الحسيس والأنيس، فصفر بغير لغته تعريضا لحتفه، فظهر عليه عقاب الملك. العقاب ده طائر جارح جدا. ظهر عليه عقاب الملك الله من مكمن إن الله لغني عن العالمين، أنشب في إهابه مخلب، كل نفس ذائقة الموت، قال له شرع سليمان الزمان لما تكلمت بغير لغتك، لما ترنمت بلحن غير معهود من مثلك، ادخل الآن في قفص وجودك، ارجع من طريق عزة القدم إلى مضيق ذلة الحدوث. القدم اللي هو ما يتعلق بالإله، والحدوث ما يتعلق بالحوادث أو بالكائنات الإنسانية. بيكمل قل بلسان اعترافك ليسمعك أرباب الدعاوى، يعني أي حد بيفكر يعمل زيك، حسب الواحد إفراد الواحد. ودي عبارة للحلاج، كان الحلاج كان متوتر جدا، أحيانا يقول أنا الحق، وبعدين يقولوا له بعد ما يفوق شوية يا حلاج أنت بتقول أنا الحق، هو أنت قصدك يعني أن أنت والله حاجة واحدة يعني سبحانه وتعالى؟ يقول لا لا، من زعم أن البشرية تمتزج بالألوهية فقد كفر. يعني بيرجع يلغي الحال اللي هو فيها لأنه مضطرب، هو في حال السكر ينطق بأشياء هو نفسه لا يوافق عليها في حال. وعلشان كده لما قتلوا القتلة الشنيعة دي كأنه ما كانش غضبان، وهو مصلوب في بغداد، وأنا بستغرب من أغلفة الكتب اللي دايما تجيبه مشنوق. الحلاج بلا خلاف يعني صلب، عشان كده كان ماسينيو يقول ده مسيح العالم الإسلامي. قبيل موته يقول الحلاج مخاطبا الله نحن بشواهدك نلوذ، وبسنى عزتك نستضيء، لتبدي لنا ما شئت من شأنك
وأنت الذي في السماء عرشك، وأنت الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تجلى كما تشاء مثل تجليك في صورتك على أحسن صورة. والصورة هي الروح الذي أفردته بالبيان قدرة. وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ما فعلوا ما فعلوا، وإنك لو سترت عني ما سترت عنهم ما لقيت ما لقيت، فلك التقدير فيما تفعل ولك التقدير فيما تريد.